بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوزير بيقول إن احنا هنكافئ الطلاب. أولا اتكلم عن استيعاب الطلاب للمنظومة الجديدة. بيقول إن الطلاب استوعبوا المنظومة الجديدة بشكل جيد، هم نفسهم ما كانوش متخيلين إن هم يستوعبوها كده، ولا أهلهم نفسهم اتخيلوا إن ولادهم ينجحوا أو يتحسن مستواهم بالطريقة دي. الولاد احنا عارفين ان هما ما بيروحوش مدارس، تمام، وكمان عارفين ان ممكن يكون مدرس المدرسة يعني مش ايه، ما بيقديش اللي عليه، الكلام ده كله عارفينه وكل ده عندنا، ولكن الولاد بيذاكروا من بنك المعرفة. طب فين يا سيادة الوزير؟ قال طب انت هتسألوني بيذاكروا ازاي؟ في بنك المعرفة بيسجل عدد الداخلين عليه، عارفين تخيلوا لقى كام داخلين عليه؟ 42 مليون مرة الناس داخلة على بنك المعرفة، فممكن تكون ناس من بره كمان، مع انه هو يقدر يعرف اذا كان داخلين من مصر ولا لا. المهم في النهاية قال ايه؟ قال ان 42 طالب داخلين او 42 مرة داخلين على بنك الايه؟ على بنك المعرفة. الناس اللي بتقول بنك المعرفة فاضي وما عليهوش حاجة، طب ازاي بقى فاضي وما عليهوش حاجة و42 مليون داخلين اهو، العدد الهائل ده، وكمان الولاد الشاطرين دول، يعني بيقول بيشكر فيكم يعني. المهم بيقول احنا حولنا الطلبة دول لمستواهم اتحسن شوية عكس ما كان قبل كده. والمكافأة بقى اللي هنكافئهم بيها ان احنا هنعمل لهم دروس مميزة، تعليم مميز بدل الدروس الخاصة. انتوا عارفين هو كده كده بيكره موضوع الدروس الخصوصية، فبيقول المكافأة بتاع الطلاب تانية ثانوي هنعمل لهم مستوى تعليمي متميز للدروس اللي هو بيشرحها، يشرح فيها مخرجات التعلم. طيب نقل الموضوع، يا ترى دي هيعملها على بنك المعرفة يعني ويشرحها ويشرح الطرق بتاعتها، ولا هيعملها ازاي؟ هو ما وضحش النقطة دي وراح نقل على نقطة تاني، ولكن قال العيال دول تعبوا معانا، وزي ما هم تعبوا معانا احنا هنكافئهم بان احنا نعمل لهم دروس تعليمية مميزة، تمام؟ فقال بدل الدروس التانية. يعني مش عارف بقى دي هياخد عليها فلوس ولا هتبقى مجاني ولا هتبقى ايه بالظبط، تمام؟ الله اعلم. هو نقل على موضوع تاني هكلمكم فيه بعد ده، تمام؟ السلام عليكم.